السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، حياكم الله وبياكم وأسعد مساءكم وأوقاتكم بكل خير وسعادة وفرح وسرور مع أخوكم أبو عمر معالج في مجال الطب البديل. كما وعدتكم أحبابنا كل فترة إن شاء الله ننزل لكم فيديو جديد لعلاج جديد ومميز وأيضا فيه منفعة لجميع الناس. نتمنى لكم أحبابنا السعادة الأبدية ونرجو منكم مشاركة جميع الفيديوهات حتى تعم الفائدة وتنتشر بين الناس، ولعل إنسان ينتفع فيدعو لك ويفتح الله عليك فتوح العارفين. لا تبخل علينا بالمشاركة أحبابنا، بارك الله فيكم. اليوم أحبابنا بارك الله فيكم نتحدث إلى حضراتكم بعلاج جديد، ألا وهو علاج تليف الرحم عند النساء. تليف الرحم أحبابنا كثير من النساء يشتكي من هذا الأمر، ألا وهو العلاج كالتالي أحبابنا. نأخذ من القسط الهندي. القسط الهندي موجود في جميع الدول العربية وغيرها وجميع الماركات والعطارين أيضا، ومشتهر بهذا الاسم، ليس له اسم آخر، العود الهندي أو القسط الهندي. نأخذ منه مقدار 150 إغرام ونطحنه طحن ناعم حتى يكون على هذا الشكل، ناعم جدا بودرة. طريقة الاستعمال يؤخذ منه مقدار مثل هذا، مقدار ملعقة صغيرة جدا، توضع على نصف كوب ماء، ثم يشرب قبل الفطور بساعة وقبل النوم أيضا بساعة. له طريقة أخرى يا أحبابنا بالاستعمال، بعد ما نطحنه ناعم أيضا نجيب كيلو عسل، كيلو عسل يضاف إليه من القسط الهندي الناعم كما ترونه على الشاشة أيضا، هذا المطحون يضاف على كيلو العسل مقدار 80 غرام أو 90 غرام وليكن. طريقة الاستعمال، يؤخذ من العسل مقدار ملعقة وسط قبل الفطور بساعة وقبل وجبة العشاء بساعتين وقبل النوم أيضا بساعة، ويخلط جيدا قبل كل استعمال. الأخت اللي فيها أيضا عندها تليف بالرحم، نجيب زيت الزيتون، زيت الزيتون، ونقرأ عليه الحمد الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والفلق والناس، ثم ننفذ فيه ثلاث مرات مع البسملة. تدهن الرحم مع التدليك بشكل دائري صباحا ومساء بنية الشفاء. نتمنى لك أختي الكريمة بالشفاء العاجل، ولمتابعين الكرام السعادة الأبدية. نرجو من جميع المشتركين في قناتنا يا أحبابنا المشاركة لجميع الفيديوهات، ونتمنى لكم السعادة الأبدية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديوهات أخرى. حياكم الله وبياكم.